السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة معدنا مع التحدي الخاص بالسترينجز. جميع الحلول المطلوبة من حضرتك هتكون في تشين واحد، وتقدر تعمل كونكاتينيت بين تشين وتشين تاني. المهم في الموضوع ان انت متحاولش ان انت تطبق ميثود معينة وبعدين تخزن القيمة في فاريبل وبعدين تطبق عليها ميثود تاني زي ما قلنا في الشروحات، يعني الحاجة بتاعتك تكون تشيند مع بعض كلها. اول حاجة مطلوبة منك ان انت ترجع كلمة زيرو اول حرف كابيتال، وتستعمل السلايس والتشار ات ميثودز، يعني لازم تستعمل الاتنين دول واعمل اللي انت عايزه بعد كده. الحاجة التانية المطلوب منك حرف الاتش نرجعه 8 مرات ويكون كابيتال زي ما انت شايف كده بالظبط. الحاجة التالتة انه ترجع الري فيها الزيرو بس من السترينج بتاعنا ده، يعني عنصر واحد بس، الري فيها عنصر واحد بس اللي هو الزيرو بالشكل ده. هنا الحل او الحل بتاعك لازم يكون في السبستر ميثود بس، يعني ما ينفعش تستخدم حاجة تانية معاها، وتستعمل التمبلت ليترالز عشان نكونكتينيت الحاجات مع بعض زي ما انت عايز. المهم انك ما تستخدمش غير الميثود دي بس عشان تطلع لنا جملة الزيرو سكول فقط. اخر حاجة عندنا وهي اللي فيها كلام اكتر من الباقيين، اول حاجة استخدم اللي انت عايزه مفيش مشكلة خالص، لكن المطلوب منك ان الحل يكون ديناميك، يعني انت ما تحسبش الحل على السترينج ده بس، الحل بتاعنا ممكن السترينج ده يتغير. يعني ايه ممكن يتغير؟ يعني ممكن الزيرو ويب سكول دي تزيد كلمة هنا في النص. المطلوب منك ان اول حرف واخر حرف يكونوا سمول بغض النظر عن ايه السترينج اللي انا هديهولك، يعني ما تحاولش تحسب الاندكس بايدك لانه ممكن اغير لك السترينج ده لواحد تاني. في النهايه هتطلع لي الزيرو ويب سكول كلها كابيتال ما عدا اول حرف واخر حرف سمول. يا رب جماعة التشالنج يكون ظريف ويعجبكم، وبإذن الله لما تجاوبوا عليه وتظبطوا الدنيا تنزل التشالنج بتاعك على موقع codepen.io، وبعدين تحط اللينك بعد ما تعمل له سيف تحط اللينك في التعليقات. طبعا انا بعيد الموقع ده في كل تشالنج عشان لو واحد فوت التشالنج وجاء على التانية يعني الله المستعان، فلازم اكون قايل له يحط التشالنج فين. يا رب يا جماعة ان شاء الله يوفقكم فيها، وتذاكروا وتتأكدوا ان انتوا فهمتوا الدروس اللي فاتت لما تحلوا التشالنج. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.